والطامة الكبرى هي أنها كتبان غير أنا، صورة تبقى الأصل مني. طلعت معايا السخانة وحسيت بحناكي شاعلي، يا للخزي ويا للعار. تمنيت ندخل في حوايجي، وتمنيت نشق الأرض وتبتلعني، وتمنيت ما نكون جيت لهاد الدنيا من الأساس. شفت في الجدة والعجوزة كانوا مصدومين وحالين فمهم، أما دوك الجوج كانوا كيضحكوا بسخرية، حال لحقوا إنجاز. خليل بقى شحال وهو مصدوم بحالي، قبل ما ينوض الجواد يشنق عليه ويضربه بوحشية، كان قريب يقتلو في إيده. داك الويل جواد بدا كيهضر وكيعاير بيا، قال ليه جبتي لينا الشوهان العائلة. خليل زاد شعل وناض صداع وكل شي كيغوت، كل شي كيبكي، إلا أنا ما كنش في هاد العالم، بحال لا راني في كابوس. حسيت بالذنب، أنا السبب في هاد المشاكل كلها. ما قدرتش مازال نبقى تما، خرجت كنجري وأنا كنبكي، حتى كنلقى راسي على برا كنجري في الشارع وما حساش بالدنيا. كنسمع صوت خليل كيعيط عليا من بعيد وصوت الكلاكسون ديال الطوموبيلات. ما عقلتش على راسي حتى لقيتني في حضنه، هزني وحطني في الطوموبيل وداني للدار. انا كنت جثة جامدة ما كنتحركش، استسلمت ليه وخليته يدير ما بغى، وبدل حوايجو حتى هو وجد تكا حدايا وخشاني في صدره ونعس. الليل كله انا كنتقلب في فراشي وحلف النعاس ما يجيني وعينيا ما يتغمضوا. النعاس طار من جفوني وعقلي ما بغاش يحبس من التفكير، ايش ندرت انا قاع في حياتي باش يطرى ليا هاد الشي؟ واش ما عمري ما غنتحرر من هاد العار؟ واش هاد اللعنة دختي غتبقى تابعاني في حياتي؟ باين ليا انني غدا نعيش طول عمري في العذاب. الله ياخد فيك الحق صفاء، ادعيتك الله الحقودة. اش غندير انا دابا؟ درت كنشوف خليل ناعس حدايا وكنسمع صوت انفاسه وكنشم ريحته. اه يا عمري شنو ذنبك انت تعيش هاد العذاب وهاد الدم؟ انت كتستاهل مراه كامله، مراه تشرفك حدا عائلتك، تليق بالمقام ديالك، وتولد ليك ولادك. وتفكرت الهضره ديال الطبيب وما قدرتش مازال نحبس دموعي اللي بقاو نازلين. بقيت كنبكي ونبكي وفي نفس الوقت كنهضر بصوت مخنوق، اسمح لي يا خالي، انا ما قدرتش نفرحك، انا جبت ليك الذل والمهانه، انا ما قدرت نجيب ليك حتى وليد يهز سميتك وتشرف بيه قدام عائلتك. ما عقلتش على راسي حتى لقيتوه معنقني ومزيرني لعنده، وبديت كنتنخسس في حضنه وهو كيسكتني بحال ديما. وصباح الصباح وحليت عيني على وجهه، كان كيشوف فيا بحزن وتأثر، بغى ياكلني بعيني، وبلا ما نحس ابتسمت في وجهه، لمس وجهي بوردة حمراء وشديتها من عنده كنشمها، وقال الوريضة ديالي كيف صبحتي؟ قلت له الحمد لله، وباسني في عينيا وقال كنبغيك في دار بزاف. عنقني وزير عليا وخشى وجهه في شعري واستحليت الوضع، وبديت كنشم ريحته ونلمس وجهه وكنلعب له في اللحية ديالي. شوية شفت الساعة لقيتها 11، صدمت وتسللت بخيف عبدته وشدني من ايدي ورجعني لحضني وقال فين باغا تهربي؟ قلت له خالي خليني عافاك نصلي ونوجد الفطور. قال لي بلاتي شوية باقي الحال. قلت له واش ما فيكش الجوع؟ ما باغيش تاكل. بدا كيقرب فمه من فمي وقال اه باغي ناكل، باغي ناكلك انتي. حاولت نتنطر منه، كان رغبه ونترجاه يصبر عليا غير بما صليت ووجدت الفطور، وبلا فايدة. السيد كان عازم على قراره وحالف فيا، ما لقيت ما ندير من غير انني نستسلم ليه ونستمتع باللحظة. ولكن للأسف قاطعنا صوت تليفونه كيصوني وجاوب، وكان سمع صوت مرأة كتغوت وتعاير، تبدلوا ملامحه وقطع في ساعة. سولته شكون؟ ما جاوبش، عرفتها غدا تكون العجوزة ولا جداته، وباينه كيهضروا على داك السيدي. قلت له خليل اسمح لي على البارح. قال انتي اللي خاصك تسامحيني، بسبابي تحطيتي في موقف خايب،
ولكن داك بنادم والله لبكات فيه. قلت له بنادم مريض بالسم. قال اه هادشي كله على الوسخ ديال الدنيا، غير خافو كي تكوني حامله داروا هاد الحاله. هو وديك الشيطانه دمراتو تلاقاو، فكرني في الحمل والمشكل ديالي. كنت بغيت نجبد معاه الموضوع ولكن ما زعمتش حيت كان معصب بزاف وخفت نزيد عليه. قاطع افكاري وقال والله كون محشمت من عمي كون قتلته. بستوف فمو بوسه خفيفه وقلت له صافي يا خليل انا كاع ما مقلقه انسى عليك. سكت مده عاد كملت. قلت له بغيت نعود ليك شي حاجه. قال اما هي. قلت له عافاك ما تعصبش، انا البارح مشيت للطبيب. قاد الجلسه ديالو وقال اشنو؟ قلت له اسمح لي يا حبيبي كنت مضطره، كان كيحساب لي حامله. ساعة الطبيب قال لي عندي مشاكل في الحماله وعطاني شي دواء نتبعه. الهضره ديالي صدماته وبقى غير ساكت وكيشوف فيا بملامح ممحيه. قلت له انا ما غنقدرش نجيب ليك الولد اللي كترجاه في الدنيا. وبديت كنبكي. صدم وقال كيفاش؟ واش ما كاينش كاع الحل؟ قلت له لا راه عطاني تريتمون وقال لي رجعي على شهرين. عنقني وباسني في جبيني وقال ايوا فين هو المشكل؟ بالعكس هكا احسن، في هاد الساعه ما خاصناش ضع الراس حتى نشبعوا من بعضياتنا. قلت له ولكن جداتك؟ عقد حجبان وقال خليكي منهم وقرب مني. وتجاوبت معاه ومشينا بعيد. شويه تفكرت شنو قال لي الطبيب وحبسته. قلت له خليل وقف، وكان بعدو عليا ما تسوقش ليا وما دهاش فيا حتى سالا شغلي. ونعس على صدري وهو يقول شنو كنتي كتخربقي عليا. قلت له الطبيب قال لي ما تنعسيش مع راجلك شهرين، برزو عروقه وخرج عينيه. وقال مزيان تبارك الله، دابا الطبيب غيوريني شنو ندير. قلت له ماشي هكاك، راك عارف على حساب تريتمون. غوبش وقال سيري تلعبي انتي والطبيب ديالك. قنعته بصعوبة. بعد ما وعدته أنني غنرجع نسول الطبيب مورا شهر، نط من تحته ودخلت دوشت وصليت وصايبت الفطور. فطرنا في صمت مميت. خليت خليل كيتفرج وتشغلت بالشقة حتى كنسمع الغوات ديالو. مشيت كنجري نشوف ماله. لقيتو كيغوت على مو في التليفون كيقول لها ما تدخليش في حياتنا، عطينا اتساع. وقطع عليها وضرب التليفون مع الحيط وخرج برا. ما عرفت فين مشى، ما جاش حتى الوحدة الليل. ودازت ايام وايام والحال ديالي من سيء للأسوأ. الحمد لله على كل حال. بديت التريتمون ديالي كنحاول ما امكن نطبق كلام الطبيب بالحرف الواحد. علاقتنا ما بقاتش بحال قبل وولينا بعاد على بعضياتنا. ما بقيناش كنشتاقوا بزاف وكل واحد فينا في عالمه الخاص. انا غارقه في همومي ومشاكلي وكنحس بالنقص حيت ما قادراش نجيب ليه وليد، وكنحس انني جبت ليه الذل والعار. واللي زاد كفس الوضع هي علاقتي بعائلته اللي تقطعات من نهار كنا في دار جواد. ما بقاوش باغيني نكون مرات ولدهم. عقولتي شحال من مره كتجي لداري كنسمعها كتحرش في خليل، عيني عينك كتقول له نسب ما يشرفناش وعاقرة. هاد الهضرة كنحس بيها بحال السم كتسرف عروقي. خليل واخا حارب كل شي على ودي وما سمحش فيا، ولكن بغينا ولا كرهنا هاد المشاكل أثروا عليه سلبا. تغير بزاف، ما بقاش خليل اللي كنت كنعرف. ما بقاش كيحن فيا وكيلقاني كنبكي وما كيتسوقش ليا. كنقول له خرجني ما كيبغيش. ما بقاش كيجلس في الدار وحتى الشركة ما كيعمرش فيها. قليل فين كيجي ولا عطيها غل صغير وحتى لصلاته تهاون فيها. وعادت ريما لعادتها القديمة. أما أنا فكندوز أغلب وقتي في الخدمة غارقة في الملفات والاجتماعات مع العملاء، وكنتناقش في المشاريع مع سليم. وفي الدار كندوز الوقت في قراءة القرآن والاستغفار. هاد المحنة خلاتني نزيد نتقرب من الله. كنعس بكري ونفيق في الليل ندير قيام الليل.
دازت شهرين ما حسيتش بيها. هاد النهار عندي ميعاد مع الطبيب، متشوقة وفي نفس الوقت خايفة، خايفة من شي صدمة جديدة. قلبي تحطم بما فيه الكفاية، ما بقاش قادر على صدمات جديدة. فقت الصباح وجدت الفطور وحطيته على الطبلة وكتبت ليه ورقة خليتها له حدا الناموسية، أنا عند الطبيب. مشيت بطوموبيلتي للطبيب، دخلت عندو فحصني مزيان، قرا شي تحاليل كان طلبهم ليا، وهو يقول بابتسامة عريضة: مبروكة مدام، ما بقى عندك حتى مانع للحمل، وبإمكانك تعيشي حياتك عادي. الهضرة ديالو تحطات بحال بلسم على جروحي. من كثرة ما فرحت بديت كنبكي دموع الفرح، شكرته من قلبي ومشيت في حالي. كنجري وكنطير وانا في بالي حاجة واحدة، نتصل بخالي ونبشره. اكيد هاد الخبر غيفرحه وغيخلي الجليد اللي بيناتنا يدوب. مع الهبطة في الدروج غنتصدم باخر شخص كنت متوقع نشوفه هنا. خرجت من عند الطبيب طايرة في السماء، قلبي كيرفرف بالفرحة. هابطة في الدروج وعيني مغمضين وكنردد الحمد لله يا رب، الحمد لله. رسمة ابتسامة عريضة على وجهي وسرعان ما جمعتها. خرجت عيني وبقيت جامدة في بلاستي، كنت أكد من داكشي اللي كتشوفو عيني، وكنت منا نكون غالطة، وإنما للأسف كانت هي كتطلع في الدروج بخطى واثقة، ملامح غريبة مرسومة على وجهها. ما يمكنش، ياك باقي مسالات المدة ديالها، إيش كدير هنا؟ وصلت عندي وتجاوزاتني بابتسامة ساخرة ومشات تدخل الجينيكولوج. ما حسيتش براسي إلا وأنا شادها من دراعها بعنف. قلت لها: فين غدا انتي؟ جاوبتني ببرود: طلقي مني، عندي ميعاد مع الطبيب. قلت ليها بالغوات: علاش كتخطي تانية المصيبة؟ اش بغيتي مني؟ علاش تابعاني في حياتي؟ جاوبتني باستهزاء وقالت: حمقى بحال ديما، شكون داها فيك؟ علاه ما فراسكش اختي الحبيبة؟ انا حاملة في شهري الثاني. وجيت نطمئن على سلامة الجنين، صدمت وتخرست. اويلي اش كتخربق هادي؟ ايمتى خرجات من الحبس وايمتى حملات؟ لا لا، هادي ما غتكون غير شي لعبة خبيثة. حاولت نستفزها باش تهدر وقلت لها: مبروكة لالا، ايوا شكون باه بالسلامة؟ ياك ماشي حد من هادوك اللي كانوا معاك في الحبس. قالت: مسكينة، على نيتك بقيتي فيا. تواجهات معايا وعينيها في عينيا وقالت بكل ثقة: بابا تولدي هو خليل راجلك، اللي اكيد بعد ما غنولد ليه الولد اللي كيترجى من الدنيا غيطلقك ويتزوجني انا. هادي اش كتخربق عليا؟ فين وصلت بها؟ مريضة بالحقد. قلت ليها: مسكينة حلمي. قالت: حمقى ونية وعمرك ما غتبدلي. على العموم ها هو طالع دابا وسوليه، راه خليتو كيستاسيوني طوموبيلتو وجاي مورايا. وحطت ايدها على كرشها وقالت: اياك ولدي، باباك غيدخل معانا للطبيب باش نشوفوك في الراديو. ومشات بضحكه شريره، خلاتني غا كنشوف. رجليا فشلوا عليا وجلست في الدروج وانا في حاله دهون. اللي داز كيشوف فيا مستغرب من حالتي. جاهدت نفسي ونط نزلت في الدروج، وجيت نخرج من العماره دايخه وفشلانه وانا نتسطح معاه. هو ما نقدرش نغلط فيه، نفس البارفان، نفس الشعور كينتابني. طلعت عيني بهدوء والصدمه باينه على وجهه، وجهه صفار تقولوا شاف عزرائيل. الصدمه بنجاتني وبقيت واقفه كنشوف فيه باش نستوعب الموقف. هذا اش كيدير هنا؟ هو اصلا ما عارفنيش كنجي عند هذا الطبيب. لا لا مستحيل، يعني الهضره ديالها بالصح. طلعت معايا السخانه، ما غاداش نقول لكم تصدمت ولا تفجعت، لا شي حاجه فوق الوصف. مشاعر غريبه وعجيبه تملكتني، سيطرت عليا وخلتني عاجزه على الحركه. حواسي تشلو، كيهضر وانا ما كنسمعوش، غير كنشوف فيه بلا وعي. اخر حاجه كنت نتوقعها منه يكون معاها وتكون حامله منه. اه يا ربي اشهد المكتب.
فاتوا عليا بقوة وطلقت رجلي للريح. ركبت موبيلتي وحركتها وبديت كنسوق بسرعة جنونية، ما عارفاش فين غادة. المهم نبعد عليه، ما بغيتش نشوف وجهه وانا نسمع صوته. كنسوق وانا كل اللي كنت رعد، ما حسيت حتى لقيت راسي في طريق أوريكا. وقفت الطوموبيل على الجنب ونزلت كنطل. كنت على حافة الهاوية كنطل على الواد، حالة الدنيا في عينية وما بقات حتى حاجة كتهمني. ما بقيتش باغا نعيش، وعلاش غدا نعيش اصلا باش نزيد نتحطم ونتعذب؟ في لحظة ضعف تاخدت قرار لا رجعة فيه، وغمضت عيني وشاهدت. سامحني يا ربي، بغيت نتلاح ولكن جوج ايدين منعوني وحاوطوني باحكام من خصري. وشكون من غيره؟ خليل بدا كيجرني لجهة الطوموبيل وانا كنبعدو بايديا، كنضربو وكندفعو عليا. قال لي وصوتو كيرجف، فيدا مالكي؟ شنو قال لك الطبيب؟ كيستغباني الحقير، زاد استفزني كتر ومرضني. ما قدرتش نجاوبو او نشوف فيه مزال. طحت في الارض على ركابية منهارة وكنبكي ونشعق. قال لي صافي يا حبيبة ماشي مشكل، احنا ماشي اول وحدين ما رزقهمش الله بالولاد. انا ما كتهميني انتي وصحتك، عندي هي الاولى. نودي من الارض كاع وسختي حالتك. هزني من الارض وداني للطوموبيل وحطني في المقعد الخلفي. بقى كيبوسني وكيسكتني وكيعنقني ويطلب مني السماحة. كيقول لي سمحي لي يا حبيبة عافاكي، عارف راسي غلطت معاك بزاف، انتي ما تستاهليش مني هاد الشي. الهضرة ديالو نزلت عليا بحال الصاعقة. ايش هاد الشي كنسمع؟ كيعتذر مني بكل بساطة، لا وبكل وقاحة كيحسب ليه عادي هاد الشي اللي دار ليا. الله يا ربي، فين كان مخبي ليا هاد الشي؟ وهنا أصبت بانهيار عصبي وبديت كنغوت وكنضرب فيه ونضرب في راسي. كنعايرو ونسبو وهو بقى معنقني بقوة وكيحاول يسيطر عليا. خلاني حتى ترخيت ومشى جلس لقدام وديمارة طوموبيلته. كنت بغيت نهرب منه، ما حملتوش وما بغيتش نكون معاه، ولكن ما قادراش نتحرك. كنحس بعظامي مدقدقين وفيا سخفة، ورجعت ليا نفس الحالة ديال ديما. طرق كلها وانا كنت نخصص. وصلنا للدار وهزني طلعني ودخلني للبيت وحطني فوق الناموسية وبدا عليا بالاسطوانة ديال ديما. سمحي ليا، كان بغيك، كان حماق عليك. وانا نقول له ببرود طلقني. خرجوا عينيه بالصدمة، قال كيفاش؟ قلت له طلقني، انا ما نقدرش نعيش مع انسان قادر بحالك. غوت وقال فيدا جمعي فمك ولا نهرسولي، انا مقدر الوضعية اللي انتي فيها، ولكن ما تجيش تخوي عليا كل همومك، حتى انا راه معذور. صافي تعصبت بالمعقول وبديت كنضرب فيه ونغوت بهستيريا. قلت له معذور؟ اه معذور بصح نيت راك معذور. تفو على المصخ، بحالك بحال الرجال كاملين، كلكم بحال بحال، كنكرهك. وبقيت كنبكي. طلقني وسير عندها، ياك غتجيب لك ولي العهد. سير عندها وخليني، ما حس باش تبلى. بقى جامد ما حاولش يقاومني. وجهه تبدل فيه اللون وشاف فيا مزيان قبل ما يسولني وقال اش كتقصدي؟ عصبني ودفعتو عليا كل ما في جهدي ونط وقفت ومشيت للبلاكار كنقلب ما نلبس. قلت له انا علاش بقى كنهضر مع واحد حقير بحالك؟ صافي ما كايناش شي حاجه تجمعنا، الشرع بيناتنا. ناض عندي ودورني بعصبية ووقفني مقابلة معاه وحط ايديه على كتافي بعنف وقال شوفي إلا عندك شي هضرة جيني نيشان بلا ما تبقاي تدخلي وتخرجي في الهضرة. قلت له سير سول لالا صفاء. شدني من كتافي بعنف وسولني، كنسولك انتي دابا. قلت له بارك عليا، صافي عرفت كل شي، عرفت بلي صفاء حاملة منك. تلاقيتها قبيلة عند الطبيب. تبدل اللون في وجهه وتوتر وما تصدمش، إنما سهاب عينيه وكيفكر ويركز. وتنطرت منه وقلت له دابا عرفتي شنو بيا، يلا خليني نمشي. وبديت غادا للدوش نبدل عليا باش نمشي في حالي. تبعني
وجا موريا لصقني معاه وحاوطني بيديه بجوج وقال فيدا انا كنبغيك، انتي هي حياتي، ما نقدرش نتخيل حياتي بلا بيك. انا ما عمري تلاقيت باختك من نهار دخلت الحبس، ثقي بيا. تعصبت وما بقيتش قادره نستحمل وجوده، وتنطرت منه ودفعته عليا بكل ما اوتيت من قوه، وهزيت عيني فيه بتحدي وقلت له كذاب وغدار وكلب وما كتسواش، انا شفتك معاها بعيني. شدني من فكي بقسوه وعينيه ولاو حمر بالغضب، وكيهضر من تحت سنانه وقال لي قلت ليك ما عمري تلاقيتها. قلت لا حول ولا قوه الا بالله. واخا ايش كنتي كدير معاها عند الطبيب؟ بدا كيقفقف وكيدخل ويخرج في الهضره، وقبل ما يعطيني جواب مقنع صونا تليفونه وجاوبه. كان صوت الصراخ والتهديد كيتسمع بوضوح، صوت انثوي حاد. اقطع التليفون وملامحه ما كيتفسروش، وخرج وخلاني ما فاهمه والو. مشى وخلاني شاعله، وبديت كندور في البيت، كان مشي ونجيب حل الحمقى. ما عرفت شنو ندير، واش نخرج من الدار ولا نبقى، والى خرجت فين غنمشي؟ واش نمشي لدارنا في وجده ولا نجلس غير هنا في مراكش؟ عند من غنجلس وانا وحدانيه في هاد المدينه؟ لا حنين لا رحيم. وفكرت نمشي عند سهى، ولكن ما بغيتش تعرف خباري حيت لسانها مطلوق، ومهما كانت المشاكل بيناتنا ما بغيت حد يسيق لينا خبار. تلفت وما عرفت ما ندير، كنت في صراع مع عقلي وقلبي. عقلي اللي كيقول لي خالي غدرني، صفاء ما تقدرش تكذب شي حاجه مصيريه بحال هادي، اكيد عارفه ان الطب تطور وكاين شي حاجه سميتها تحليل الاديان لاثبات النسب. اصلا ايش كان كيدير معها في العياده؟ وعلاش فسولته ما بررش ليا؟ وقلبي اللي كيقول لي خليل بريء، خليل ما يديرهاش، هو كيبغيك واكيد هو مظلوم، اكيد هذه لعبه محبوكه من اختي. شويه وصلني ميساج منه، حبيبه انا ما كنخونكش، تيقي بيا، ودابا غنديروا حد لهاد المشكله، انا غنمشي ندير تحليل الجنين مادام انتي ما واثقاش فيا. ما غنقدرش نرجع للدار حتى نجيب معايا دليل براءتي. ما جاوبتوش وقصحت قلبي، ما تاثرتش بكلامه المعسول اللي كان من قبل كيدوبني ويشتتني، دابا ما بقاش كياكل معايا. سبحان الله كيفاش المشاعر كتبدل بين ليلة وضحاها، والثقة كتفقد. زاد كمل عليا بهذا الميساج، ترونت بالمعقول، وبعد تفكير عميق قررت نتبع الكذاب حتى لباب الدار، غنتسنى النتيجة ديال التحاليل ونشوف اش غندير. بلا ما نتسرع جلست غير في الدار مقابلة التلفازة، حاولت نتلف الوقت ما نفكرش وما نزيدش نمرد راسي، ولكن ما قدرتش ننسى. كل ما غمضت عينيا كتجيني صورة صفاء كتضحك، وعقلي كيمشي ويجي، كيجيوني أفكار سوداء الله يحفظ، كنت خايل فيهم بجوج في أوضاع حميمية. توسوست وقلت مع راسي بحال والو يكونوا بجوج كيستمتعوا بوقتهم وأنا جالسة كنتشوى غير بوحدي. أعوذ بالله على أفكار. نط وتوضيت ودوزت الليلة كلها في الصلاة والدعاء، كندير صلاة الاستخارة ونعاود، وطلبت من الله إلا كان خليل غدرني يبين لي الحقيقة ونتفك منه بأقل الأضرار. وصلت جوج الصباح ومشيت نعس، والصباح حليت عينيا بتكاسل على ضوء أشعة الشمس، سرحت إيدي هنا ولهيه ولقيت خليل ما نعش حدايا، وأنا تضربني الفيقة وتفكرت شنو طرا البارح، تفكرت الكابوس اللي عشته، وتفكرت الهضرة ديال صفاء، وتفكرت تصرفات خليل المريبة والمثيرة للشكوك، وجاتني غمة على قلبي ومرت في خاطري. عييت نفكر ونركز لعل وعسى نوصل لشي استنتاج بلا فائدة. ضرني راسي من قوة التخمام، وقررت نخوي دماغي ونتوكل على الله. توضيت وصليت وقريت أذكار الصباح ومشيت الكوزينة
بغيت نشغل راسي باش ما كان، وبديت كنخربق فيها، صايبت كيكة وبغرير. ثالث كانت 10 الصباح، حليت الشراجم وهويت الدار، وصايبت الفطور قهوة وعصير، وقديت الطبلة على حقها وطريقها، وجلست نفطر بوحدي. كنحاول ما أمكن نفوج على راسي وننسى الهم. ساليت ومشيت نبدل حوايجي باش نخرج، لبست حوايجي وقديت الشال وهزيت ساكي وخرجت نتمشى شوية يضرب فيا البرد، ورجعت للدار مع 3 د العشية. داز نهار عادي وممل، داز كله خوف وستريس. خليل ما عاودش اتصل بيا او لا صيفط ليا شي ميساج. واحد اللحظة كنت غارقة في أفكاري، كنستغفر ونسبح، وسمعت صونات في الباب. نقصت من بلاستي، كيحساب ليا خليل، وبدا قلبي كيضرب. نط بخطوات متثاقلة وحليت الباب. كان ساعي البريد جايب ليا ظرف صفر وكبير، شديته ويديا كيرجفوا. شفت المرسل ولقيته مجهول. زدت تخلعت كتار، كنت متأكدة غدا تكون صفاء اللي رسلاته. حليته وكان لقى نتيجة تحليل الدي ان. ما فهمت والو، وبديت كنركز ونقرأ. كان لقى النتيجة إيجابية، لقيت سميتهم بجوج، خليل الفيلالي وصفاء العماري وجانين ذكر. بانت لي رسالة مكتوبة بخط إيدها اللي كان عرفو مزيان. بديت كنقراها. فيدا، انتي اللي وصلتيني لهذا الشي، تحديتيني وجرحتيني وعايرتيني، قللتي مني وقلتي لي لا راجل لا عائلة، عاقلة على الوعد اللي عطيتك، وعدتك غدا ناخد ليك راجلك، وهانا وفيت، وماشي غير خديته ليك، غدا نولد له وليد. إلا عندك شوية ديال الكبرياء بعدي عليه وخليه يعيش هاني مع أم ولاده. آه، ونسيت ما قلت ليكش، اليوم فرحتي ما كتقدرش بثمن، حيت عرفت جنس الجنين ديالي. أنا عندي وليد أفيدة، صوري وليد من خليل. العقبال عندك أختي الحبيبة، الصدمة شليتني على الحركة. وقفت في وسط الدار كنقرا ونعاود، ومتيقاش هادشي اللي كنقرا. لا لا، مستحيل نصدقها، أكيد كاين شي لبس في الموضوع. آه، دابا يجي خليل ويشرح ليا. كاع القوة اللي كنت كنتظاهر بيها مشات في رمشة عين، وليت كل اللي كنت راحت، وهرب ليا الدم من وجهي، وهزيت التليفون كنعيط ليه وكنلقاه طافي. زدت تخلعت وتحل الباب ودرت فيه ساعة نشوف شكون. كان هو داخل بوجهه شاحب وصفر، وملامحه كانت كتوحي بالصدمة والحزن والخجل، مهموم لأقصى درجة، عينيه دابلين وتحتهم كحل، باينة فيه ما نعش. شاف فيا شوية، من بعد نزل عينيه بإحباط، وبدات كتضيق بيا الدنيا، وحسيت براسي مخنوقة وما مرتاحاش. ما فهمتش علاش هو في هاد الحالة، زعما يكون داكشي اللي قالت لي صفاء. ترددت في الأول وما زعمتش نواجهه، ولكن في الأخير استجمعت كل طاقتي وقربت منه، طلعت النفس وهبطتها ومديت له التحاليل اللي كانوا في إيدي. قلت له هاد النتيجة صحيحة، بقى حاد راسه في الأرض وما قادرش يشوف فيا. غوّدت وقلت له أهدر، علاش ساكت؟ انت بابات الولد. تردد وقال فيدا عافاكي سمعيني. شديته من الكود القميجة وكنغوت بكل ما في جهدي، وما بقيت تسوقت لحد. قلت له جاوبني، ولدك هذا؟ قال اه، ولكن ما بقيتش سمعت شنو قال، ما حسيت حتى نزلت عليه الدرشة، خليته يتزعزع. بردات النار اللي في قلبي، ما عرفت منين جاتني هاد القوة، ما نهاريت ما بكيت ما ضعفت. خديت ساكي ونزلت كنجري مع الدروج. ركبت في الطوموبيل وتميت غادة ما عارفاش فيه. حاجة الوحيدة اللي عارفاها أنني خاصني نغبر من هاد المدينة، ما غداش نقدر نشوف وجهه ونستحمل وجوده في حياتي، مستحيل نسامحه أو لن نلتمس له الأعذار.
إيش عنده ما يبرر من بعد ما اعترف لي بوجهه أحمر؟ هذاك ولده، يعني خاني، ومعاه من خاني، خاني مع أختي، الحقير الموسخ الغدار، تفو، معاه من كنت عايشة. ما حسيت براسي إلا وأنا شادة الطريق الوجدة. غادة نرجع لأهلي وحبابي. أنا جاي يا ماما عندك، أنا راجعة ماما لحضنك. عييت من المشاكل وعييت من كل شي. دازو 15 يوم وأنا في دارنا. دفعت الطلاق بخليل اللي ما بقيتش سمعت خباره، وبدلت النمرة وقطعت أي صلة كتربطني بيه. حتى الجلسات المحكمة ما كان حضرش ليهم، كلفت المحامي، ما بغيت منه والو، نازلت له على كل شي غير يطلقني. من نهار جيت لدارنا ما بكيتش وما بقيتش عصبت راسي، وصلت لمرحلة اللامبالاة. ما بقيتش كنحس بنبضات قلبي، قلبي اللي تحطم وتدمر بما فيه الكفاية، ولا قلب ميت بلا إحساس. والديا ما قلت ليهم والو على صفاء والحمل دي، خفت ترجع تنتكس الحالة ديال بابا، وقلت ليهم ما تفهمناش أنا وخالين، كل واحد وتفكيره في شكل. وجا يوم جديد وأحداث جديدة. فقت الصباح على صوت المقانة، نط من فراشي وتوضيت وصليت ولبست حوايجي وخرجت نفطر قبل ما نمشي نقلب على خدمة كيف العادة. هادي سيمانة وأنا كنقلب لعل وعسى نلاقي شي خدمة، وفين ما بانت لي شي شركة أو لبنكة كنحط سيفي ديالي. وأخيرا قبلتني واحد البنكة بعد ما دوزوا معايا مقابلة قصيرة، قالوا لي من غدا جيب الدبلوم ديالك واجي تخدم. خرجت فرحانة من عندهم، على الأقل غدا نلقى خدمة نصرف بها على راسي ووالديا، وما نحتاجش نمد إيديه اللي يسوى واللي ما يسواش. ولكن للأسف تفكرت أن دبلومي خليته في شركة مراكش. أوف على مشكل، ما لقيت ما ندير، صافي واستسلمت ويأست. احتاجتني واحد الفكرة، خديت التليفون بلا تردد واتصلت بسليم، هو الوحيد اللي نقدر نوثق فيه ونعول عليه يعاوني. ولحسن الحظ كنت مقيدة تليفونه في لاجوندا عندي. اتصلت به وفاجأني بأخبار جديدة، قال لي حتى هو غادي يخرج من الشركة وما غيبقاش خدام فيها حيت غيسدوها. قال لي وقعوا مشاكل بين الشركاء وما تفهموش، واقترح عليا نمشي نخدم معاه في شركة جديدة اللي غيحلها واحد الشريك إسباني كان كليان ديالنا، وعرض عليا مبلغ خيالي 2 مليون في الشهر. قلت ليه نفكر نرد عليك. قطعت معاه بعد ما وعدني يجيب لي الدبلوم ديالي، وبدا عقلي كيدي ويجيب. بزز مني لقيت راسي كنفكر في خالي وفي المشكل اللي يقدر يكون عنده مع الشركاء. اكيد هاد الشركاء هما جواد وعمو، اش غيكون طرا بيناتهم زعما؟ شويه قلت وانا مالي، يضربوا راسهم على الحيط يموتوا كاع، ايش نوجاني منهم من غير العذاب والدمار. وكملت طريقي لدارنا ودخلت ولقيتهم كيشربوا اتاي وجلست معاهم. ومن بعد ما فكرت مزيان وتشاورت مع والديا قررت نقبل بعرض سليم. من هنيت نبعد على كل شيء، ننسى الماضي ونهرب من العار واللعنه ديال صفاء. وعيطت على سليم وخبرته بقراري، فرح بزاف واعطاني مهله اسبوع نوجد فيها راسي ونلتحق بمركز العمل في طنجه. هاد المرة بغيت ناخد معايا والديا بعد ما قنعتهم بصعوبة. بعت طوموبيلتي وبعنا حتى ظهرنا في وجدة، جمعنا حوايجنا ووجدنا راسنا نمشيو لطنجة نشريو بارتما صغيرة ونستقروا فيها. وصباح الصباح وكان الموت ديال الصاد، صبحت عرقانة مع كنا في شهر 8. هاد النهار بالليل غنشدو الطريق لطنجة، وهاد النهار بالليل غنشدو الطريق لطنجة. نط بحماس ودخلت للدوش، دوشت ولبست حوايجي وقررت نمشي للقيصرية نتقدا شي حوايج، لبيسات وصنادل وشي تويشيات، مع ما كان نلقى ما نلبس حيت حوايجي كلهم خليتهم في مراكش. واتصلت بصاحبتي هيام وطلبت منها تدوز لعندي باش تونسني.
لبست جلابة أنيقة في الغوص ودرت شال حتى هو في الغوص، ومشيت نفطر مع والديا. فطرنا وسالينا، بابا خرج يتقدى شي أغراض وماما بدأت كتجمع في الباكاج، وأنا جلست كنتسنى في هويان وسمعت صونيت في الباب وعرفتها هي. زيت ساكي وبديت خارجة، لقيتها كتحيح بحال ديما ومغوبشة، قال لك محليتش عليها دغيا. خرجت عندها وسديت الباب ومشينا للقيصارية على رجلين. دزنا من واحد الطريق طويلة وخاوية ما فيهاش الناس بزاف، ما دينا ما جبنا، كملنا طريقنا. واحد شوية كنسمعو شي حد كيعيط بسميتي، صوت مألوف. درت وانا نتصدم، لقيتو سفيان كان واقف كيشوف فيا بابتسامة عريضة كيف ديما، لابس ومهلي في راسو كتار مني. هذا شكون جابو لهنا؟ ياك من نهار هرم مع صفاء مرجع الوجدة. تجاهلتو وكملت طريقي، وشدني من دراعي بقوة وقال خاصنا نهضرو. قلت له اطلق مني الشماتة، اش باغي عندي؟ وهو يقول بحنان، فيدا انا عرفت شنو تراليك، شفتي ماشي غير انا اللي غراتني صفاء، حتى راجلك خانك معاها. صدمت من كلامه، كيفاش الخبر انتشر بهاد السرعة ووصل ليه؟ حسيت بالسخانة جمعت في حناكي وتحرجت من هيام اللي ما قلت ليها والو. حاولت نتنطر منه وغوت عليه وقلت له طلق مني الشماتة. قال لا ما غنمشيش حتى تسمعيني، عافاك يعطيني فرصة أخيرة، أنا ندمان بزاف وبغي نصلح الغلط ديالي ونتزوج بيك وأنا نصرفكو. قلت له أحلام، واخا تكون آخر راجل في هاد الدنيا ما غنتزوجش بيك. قال وعلاش؟ ما قادرش تنساه وهو عايش حياته مع صفاء. غوت عليه وقلت له وانا مالي يعيشوا ولا يموتوا، علاش كتعاود ليا انا هادشي؟ قال فراسك، غير السيمانه اللي فاتت احتفلوا بالخطبه ديالهم، داروها في اكبر قاعه في مراكش وما بقاش ليهم بزاف ويديروا العرس، ودابا كيوجدوا باش يتزوجوا. ما عرفتش علاش حسيت بنفسي ضاقت وقلبي تهز من بلاصتو ملي سمعت ديك الهضره. الدموع تحجروا في عيني، تحطمت ورجعوا لي نفس الآلام اللي حسيت بها نهار شفت نتيجة التحليل. كنت كنقول أنني ما بقيتش كنحس بوالو، ولكن ثبت لي العكس، حسيت بالغدر والإشمئزاز. نطرت منه ووقفت تاكسي في ساعة، ركبنا أنا وهيام وخليناه واقف في بلاصتو. صوته كيتسمع من بعيد، فيدا كان بغيك، أعطيني فرصة أخيرة. ركبت وأنا ساهية كنغمض عيني وكتجيني صورهم قبالتي. كنت مقتنعة أنني أنا وياه صافي سالينا، ولكن فاش تخيلتها هي في بلاستي وفاش تصورتها معاه في داري حسيت بالنقص، الغيرة، وفي نفس الوقت بالحقد والكره. بكيت وبكيت حتى خلعت هويا عنقاتني وبقات كتهدن فيا وهي ما عارفة والو. نزلنا حدا واحد كافي، ما بقيناش غادين للقيصارية، جلسنا على طبلة معزولة في القنت وجابت لي كاس ديال الماء. بقيت كتواسيني حتى برت، ولكن الحرقة اللي في قلبي غير ما كتزيد. كل ما كنتفكر أنها معاه وأنها حاملة بولده وأنها ربما كتنعس معاه على نفس السرير اللي كنا كنعزو فيه، كنت شوا وكنتحرق، ومن حر النار اللي في قلبي ما حقلتش على راسي حتى لقيتني كنعاود لهيام كل شي. قلت ليها أدق التفاصيل على علاقتي بخالي والمصايب اللي ورطتني فيهم صفاء وعلى حملها من خالي. كنهضر وكنبكي، ما بقيتش تسوقت البشر، الشي اللي خفف عليا شوية، خصوصا هادي أول مرة نشارك همومي مع شي حد. هيام تصدمات وبقات غا ساكتة وشادة في إيدي ما لقات ما تقول، أما أنا سرحت بأفكاري كالعادة. ما كنتش كنتخايل توصل به لهذه الدرجة، ما قدرش يصبر حتى نطلقه في ساعة خطبها. تفو على بنادم، شحال كنت مخدوعة فيه. نهار على أخوه كنزيد نتصدم فيه كتر وكتر، والحقد ديالي اتجاهه كيكبر. فيقاتني هيام من شرودي وقالت لي انو دور نمشي، وداك الشي اللي كان
مشينا للقيصاريات تقدينا بالزربة. تقدينا بالزربة شنو بغينا، ورجعنا للدار وتوادعت معها وداع جد مؤثر. يعلم الله إمتى غدا نشوفها مازال. حتى هي ما بقى لها والو تلتحق براجلها في أمريكا. كينا وضحكنا وتوادعنا وقلنا غنبقاو على اتصال. ومشيت للدار وتغدينا وسالينا. أنا وماما كملنا جميع الروينة وبابا نعس. ووصلت 7 الليل ودعنا دارنا بحزن وحسرة ما سخيناش، خصوصا بابا بقى كيبكي، ولكن ما باليد حيلة. ومشينا للمحطة، قطعنا البيي وشدينا بلاصتنا قبل ما ينطلق بينا القطار. وصلنا مع 8 الصباح لطنجة ولقينا سليم كيتسنانا. مسكين داير معانا كتر من الواجب، كان ديجا تكلف ودبر لينا واحد البارتما صغيرة على حساب إمكانياتنا وفرشها على دوقه. وصلنا بطوموبيلته، تفارق معانا في الباب وعطانا السوارت. الشقة كانت في الطابق 8. طلعنا في لاسانسور طبعا، ومع الدخلة قلبي تفاجأ. كانت الدار مضوية وفراشها بسيط، فيه جوج بيوت وصالة وكوزينة كبيرة. أكثر حاجة عجبتني هي بيت النعاس ديالي، فيه دوش وبالكون كيطل على منظر رائع. حسيت فيه بالراحة والطمأنينة. ودوزنا داك النهار غير في الدار بعد ما فطرنا ونعسنا شوية، ومن بعد فقنا صايبنا من ناكله. سليم فكر في كل شي، عمر لنا التلاجة من داك شي. الحمد لله بابا عجباته الدار وارتاح فيها، خصوصا أن الجامع قريب لنا باش يبقى يصلي الفجر. وماما في ساعة دارت صحابات جوج عيالات ساكنين في نفس العمارة. وبعد يوم حافل وشاق وصلت 10 الليل ومشينا النعس. وقررت نعطي لراسي فرصة تانية، نحلي حياتي ونعطيها طعم جديد وانطلاقة جديدة. فقت مع 6 وتوضيت وصليت وقريت أذكار الصباح، ولبست جيب طويلة في الصفر وقميجة في البيض، كنت شريتهم، ودرت شال صفر وخرجت نفطر. لقيت ماما مسكينة فايقة ومجدالية الفطور على حقه وطريقه، وجلست كنفطر معاها. ساليت الفطور وودعتها بابتسامة ودعات معايا. ركبت في التاكسي والابتسامة ما كتفارقش وجهي، لدرجة مول التاكسي دخلوا الشك، بقى غير حاضني من المرايا. وصلت بكري وكان سليم مازال ما جا. وقفت كنتسناه في الباب الشركة اللي كانت عبارة عن عمارة ضخمة. وصل سليم إطلالته البهية وضحكته المريحة للقلب. دخلنا وداني عند مول الشركة يعرفني عليه. شوية كنت فاجأ بأنه الشريك الإسباني ماشي شي حد آخر، هذاك اللي وقعنا معاه العقد أنا وخليل في ديك الليلة المتعوسة. شافني وضحك لي بابتسامة عريضة، عرفني وخدرت الفولار. من بعد غنعرف من سليم أنني خدمت هنا بوصاية شخصية منه. لحقاش تعجب أفكاري؟ أكيد ماشي شي حاجة غريبة، عارفة راسي دماغ. مشيت للبيرو ديالنا أنا وسليم بحكم أنني المستشارة دياله، كنت قاسمه نفس الغرفة. كانت غرفة أنيقة ومرتبة، فيها مكتب لكل واحد فينا. سليم جاب جوج الكيسان القهوة ودخلنا مباشرة في جو العمل وبدينا في دراسة الملفات. كان الجو بيناتنا مرح ومليء بالضحك، ولكن ما كيخلوش من الجدية والتركيز بحال ديما. حاجة واحدة اللي كانت كتزعجني هي نظرات سليم الغريبة، ما بغاش يحيد عينه من عليا، الشي اللي وترني وحرجني. دوزت داك النهار غير بين الملفات، وحضرنا لواحد الاجتماع خفيف ديال التعارف بين الموظفين وصاحب الشركة، ماشي شي حاجة أخرى. ووصلت 5 العشية وخرجنا، وعرض عليا سليم يوصلني في طريقه. رفضت بلا باقة وبقى فيه الحال بزاف، ما بغيتش نركب معاه ماشي على شي حاجة، وإنما ما نسيتش أنني باقة مزوجة في الوراق، واخا واقفة على الطلاق
ولكن ما نقدرش ندير شي حاجة اللي تخليني في موقف شبهة، مع أن خليل ما خلى ماذا، ما كيهمنيش، كل واحد كيعبر على المستوى ديالو. شديت تاكسي ورجعت للدار، ولقيت ماما كتوجد الكوتة. توضيت وصليت، وكانت هي حطات على الطبلة وعيطات عليا، ومشيت جلست كناكلو ونجمعو ونضحكو. دارت ديك العشرة ديال الليل ودخلت لبيتي، واتكيت في بلاستي، وقديت الساعة مع 6 الصباح وطحت كوما. فقت على صوت الساعة. بعد ما قمت بواجباتي الدينية لبست حوايجي وفطرت مع ماما بحال البارح، ونزلت وشديت تاكسي ومشيت للخدمة. هاد المرة طلعت بوحدي، ما تسنيتش سليم. دخلت البيرو وهو يجي داخل مورايا بوجه عابس على غير عادته، هاز شي دواسة في ايدي. بدينا نقراو فيهم ونتناقشوا فيهم بحال البارح، ولكن هذا النهار كان الجو بيناتنا مشحون. حسيت بسليم كيخبي عليا شي حاجة، كل مرة كيبغي يهضر معايا وكيتبلوكا. توترت وما كنتش مرتاحة بالمرة، وبدلت ساعة أخرى ومشيت جبت القهوة. كملنا الخدمة عادي حتى صونا ليا المحامي، وشفت النمرة ديالو وتفكرت هاد النهار عندي الجلسة الثانية في الطلاق. جاوبته في ساعة وقال لي أن الجلسة تأجلات لتاني مرة حيت خليل ما حضرش. يا لطيف، كرهته وكرهت راسي، بغيت غائم تنتفك منه. المحامي طمئني وقال لي طال الزمان ولا قصار الطلاق غادي يوقع، غادي يوقع واخا كاع ما يجيش. وقطعت معاه وانا تالفة. حيرني معاه هاد السيد، شخصيته غامضة، ما بغاش يتفهم ليا. ياك صفاء قريبة تولد ليه وليد وغيورت املاك العائلة، علاش ما بغاش يجي نطلقو في ساعة ونتفكو؟ اوف المرض هذا. تعصبت وبلا ما نحس بديت كنخبط فوق البيرو بستيلو. وسولني سليم قال لي يا فدا الكي ياك لاباس؟ قلت له لا والو غير شي مشاكل. قال واش مع خليل؟ ما بغيتش نهضر معاه في هذا الموضوع. وهبطت عيني في الارض وعقدت حجباني وما جاوبتوش. وهو يقول فدا ما تفهمينيش غلط، انا ما باغيش نتدخل في حياتك، ولكن بغيت نقول لك احسن حاجه غديريها هي تطلقي منه. والله ما يستاهلك، جاوبته بعصبيه. شنو؟ قال خليل وعائلته ناس انانيين وماديين، كيفكروا غير في مصلحتهم. شفت فيه باستغراب وطلعت حاجب ونزلت لاخر. وهو يقول غنعود ليك شنو وقع في الشركة مورا ما مشيتي. ناضت مدابزة كبيرة بين خليل وشركائه، عمو وجداته وجواد، كان عندهم شي مشاكل عائلية. خليل دارم مع جواد مضاربة صحيحة، وعلى حساب ما قالوا الموظفين بسبب الورد. المهم مورا هداك النهار تسدات الشركة وما بقينا عارفين عليهم والو. الهضرة ديالو روناتني وما بقيت فاهمة والو. لهاد الدرجة كنت غلطة فيه، كان لاعب عليا روميو زمانه، وهو بحاله بحال ولد عمو، أهمه غير الفلوس. أوف. وصلت بيهم يدابزوا على الورد وفي الشركة حدا الموظفين، ناس مراض بالجشع والطمع. وقاطع أفكاري سليم وقال فدا انتي زوينة وقارية وبنت الأصل، تستاهلي حسن من خليل، وتستاهلي راجل يحترمك ويعرف قيمتك. كيهضر ومركز عينه في عينيا. توترت وتحرجت، طلعت معايا الحرارة وما حملتش الموقف، واستأذنت منه ومشيت للطواليت. سديت الباب وأنا شاعلة بالأعصاب، بحال الهموم اللي عندي ما مكفيانيش زايدني حتى هو بهمه. اوف هاد الشي اللي بقى ناقصني. نيت غسلت وجهي واستجمعت قوتي
ورجعت للبيرو ديالي، ولحسن الحظ لقيته مشى. حسيت براحة عجيبة، ما عرفتش علاش ما بقيتش كنستحمل نظراته، وما عرفتش شنو بغى مني هادا عاوتاني. قلبي ما مهنينيش، خايفة من شي صدمة جديدة، وما ناقصاش أنا المشاكل وصداع الراس. أنا جيت هنا غير باش نخدم ونبدأ صفحة جديدة في حياتي، وما عنديش الوقت ولا الخاطر العلاقات التافهة. كرهت جنس الرجال وما يجي منه، وبديت كنرتب انشغالاتي وأولوياتي في الأيام القليلة اللي جاية. حاولت ما أمكن نتجنب سليم، ووليت كنتحجج بأي حاجة باش ما نجلسش معاه. حتى الملفات كندرسهم بوحدي، ومن بعد كنعرضهم عليه، وتعرفت على المسؤولة على قسم المبيعات، وولينا صحابات وما كنتفارقوش. سميتها سناء، حتى هي دايره الزيف وزوينه وممزوجاش. سليم عاقبيا كنتجنبه وما بقاش تصرع عليا مازال، واخا مره كنحصلو كيدير فيا شوفات غريبه. ومشيت على هاد المنوال، عجبني اسلوب حياتي الجديد. في الدار ناشطه مع ماما وبابا، وفي الخدمه ديما غارقه في ملفاتي ومع سناء، وفي الويكاند يا اما كنخرج مع ماما وبابا ندورو شويه او لا مع سناء. كنتغداو برا وكنتقداو وكندورو في القصاريات، وخليل تقطعات خبارو. حتى الجلسات الطلاق ما كيجيش، لا هو لا المحامي ديالو. واخيرا القاضي اقتنع وطلقني منو غيابيا. ما نكرش انني نهار شديت طلاقي بكيت، ولكن في نفس الوقت حمدت الله اللي تفكيت منه بلا مشاكل. ودازت شهرين ما حسيتش بيها، حياتي كانت عادية ما فيهاش قوة المشاكل، واسترجعت حيويتي وثقتي بنفسي شوية بشوية، والبسمة ديما مرسومة على وجهي. كنت متفائلة بحياة جميلة، حياة نقية وهادية وبعيدة على صفاء وخليل والمشاكل ديالهم. حتى لذاك النهار اللي غترون فيه حياتي، النهار اللي عمرو يتنسى ليا، وبدا تليفوني كيصوني، وبلا ما نشوف شكون قطعت الاتصال وطفيت التليفون. ساليت الاجتماع وتشغلت بالخدمة ونسيت تليفوني طافي. ووصلت ربعة العشية وجات عندي سناء باش نمشيو في حالنا بطوموبيلتها، واقترحات عليا نمشيو لماكدو وما بغيتش. ما عرفتش علاش هاد النهار فايقه مخسره من الصباح، وقلبي دارني وحاسه بحال شي حاجه خايبه غتوقع. داكشي علاش قلت اللهم نمشي للدار ونتكمش. وركبنا في الطوموبيل وشعلنا الموسيقى، وبدينا كنغنيو على أنغام أغنية حسين الجسم، بحبك وحشتيني. فكرتني باختي، كانت كتغنيها ليا ديما أيام كانت باقة فيها شوية دنية، فاش كانت باقة ساكنة معنا في الدار. وبلا ما نحس نزلوا دموعي حارين، وشافتني سناء وعيات فيا كتسولني مالي، ما جاوبتهاش مع أنني تمنيت نحكي لها ونخوي على قلبي، ولكن ما قدرتش، شي حاجة منعتني. أبقيت غير كنبكي، توحشت البكا هادي مدة بيني وبينه. وصلت لدارنا ونزلت وودعتها على أساس غدا تدوس عندي غدا مع السبعة باش نمشي ونخدمه. دخلت للدار ولقيت ماما الحبيبة مجدة قوتي مغربي أصيل، دايره الرزيزة والبريوات د الحوت الكيك، المسمن والحرشة مع أتاي والقهوة طبعا. كانت عارضة على صحاباتها، جلست معاهم مجمعين شوية، شوية تفكرت تليفوني طافي، شعلته وانا لقيت اتصالات كتيرة من سليم ونمرة مجهولة،
بديت كنركز فيها وجاب الله بحالها كنعرفها. والله هي كانت النمرة صفاء، أنا متأكدة منها، مستحيل ننساها. شدتني الخلع من راسي حتى لرجلي وليت كلي كنرجف. دخلت لبيتي وبديت كندور بحال الحمقى، هادي أشنو بغات مني مازال؟ وعلاش كتعيط ليا بكل وقاحة؟ وشكون عطاها النمرة؟ أسئلة كتيرة وما لقيت ليهاش أجوبة. ضرني راسي وقررت نميك ونسى الهم. بدلت حوايجي وجلست في البالكون كنخمم في حياتي والمشاكل اللي دازوا عليا. من نهار تزاديت وأنا في المشاكل بسببها، ديما حاسداني أي حاجة شافتها عندي كتاخدها. حاولت نجاهلها وما نبقاش نفكر فيها، ساعة والو اللي فيا مهناني. قلبي مقبوط عليا والنار شعلة فيه وحاسة بشي حاجة خيبة غدا تطرى. خفت تكون دايرة شي مصيبة جديدة ولصقاتها فيا، وفي خطوة جريئة خديت التليفون، ما خرجتش النمرة وصونيت عليها.